يقول: ما حكم ما يذكره البعض أن نجم فلان لا يتفق على نجم فلانة أي للزواج، هل هذا من التنجيم؟ نعم، هذا هو عين التنجيم، هذا هو عين التنجيم اللي يقولون إنه إذا تزوج فلان بفلانة فلا يحصل بينهم وفاق بسبب اختلاف نجم بعضهم عن بعض. النجوم ما لها دخل، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، جعل بينكم مودة ورحمة، هو الذي جعل بين الزوجين المودة والرحمة، وإذا شاء ما جعل بينهم مودة ورحمة، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا يجوز إضافة هذا إلى غير الله، هذا شرك. نعم.